رحنا هناك قابلنا الشخص، اول شيء ضل بيحكي معنا انه انتوا لو سويتوا اي ضجيج او ما بعرفش ايش او جبتوا اصحابكم وصار في ازعاج انا راح على طول راح اروح اشتكي عليكم في الجامعه. هولد داون بيبي، انت ليه بتحكي معنا هيك؟ هو بوليسي، بوليسي وامه تشتغل في الاقامات وهي شقه امه، يعني عشان تعرفوا قديش هاي الناس داهيه وخبيثه. فهالشي يسمح له انه هو بيجي هو واصحابه في اي وقت ويقدر يسوي فينا اي شيء، يقدر ياخذ الفلوس ويطردنا وانا لا بعرفكم ولا بتعرفوني. فعن جد كان شخص غريب الاطوار وكان عم بيضحك بطريقه غريبه. بصراحه ما بعرف اذا انا راح كفي في اليوتيوب او لا. Oh la la, oh la la, bravo Mira. I'm so proud of you, baby. وهلا كيكتي جاهزة إني أنا أحطها في الفرن. اليوم راح اسوي لكم انبوكسينج. اشتريت كذا شيء من تجهيزاتي للسفر لروسيا. So we're gonna start with this one. اخ يا فلوسي فين رايحة؟ ايش نوريكم شكون وراء الكواليس. يجي جماير هذه بنت خويا كلهم باقين يحبوا يصوروا. هذه بنت خويا ميار، اسم الله عليك. اجا رودينا. وهذه بنت خويا الاخرى. ولا هلو. هاي خلوني نكمل الانبوكسينج نتاعي. يقعد غادي، يقعد غادي بداي. متوقعوا يا جماعة ماذا تتوقعون هون؟ اشتري واي بروتين، اشتريت 2 كيلوغرام. هذا بطعم الكوكيز اند كريم، هاي واحدة. والثانية شوف، والثانية بطعم الفرنش فانيلا. اوكي هذا بالنسبة لأول بوكس. ننتقل للبوكس اللي بعده. طبعا ليش اشتريتهم؟ لانه الاسعار في روسيا صارت خياليه، فقلت خلاص انا بشتري يعني كميه على الاقل تمشيني لاربع اشهر. كمان شغله ثانيه، بسبب العقوبات اللي صارت في روسيا نايك طلعت من روسيا. سو طبعا انا مش راح اضل هيك، لازم اشتري شيء اتمرن فيه جديد. فاشتريت هذا من تونس. مستعدون ايها الاصدقاء؟ 1 2 3 اوبا. Okay, this one it's very very beautiful. خليني أقرب لكم عشان هذا هو اللون، كثير 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 حبيته. وصراحة ما بيلبق لتونس. يعني هذا تبع بلد أوروبية لأنه أبيض فتقدر تحافظ عليه، بس في دول عربية خلاص بيصير لونه أسود على طول من أول استعمال. وطبعا ما اكتفيت بهالشي، رحت لدكتور الأسنان سويت تبييض اسنان. راح احط لكم البيفور اند افتر اللي سويتها واقول لي هل حسيتوا فرق او لا. صراحه انا بستهلك كثير قهوه وبحس انه بسبب القهوه صار في شويه عندي صفار. انا طيرت يا جماعه بعد 13 يوم من هلا، فلسه عم بستعد وبجهز اشياء. كل مره عم بشتري شيء، عم بسوي شيء. حاليا مقرره اني ما رح ارجع لتونس الا بعد سنتين، فما بعرف هل رح اقدر اسوي التحدي هذا او لا. رح اقولكم ليش. انه بدي اتعلم اللغه الروسيه. I wanna do dedication وأظل يعني هذول السنتين بعطيهم للغه الروسيه وانزل للمشفى اتدرب في يعني المشفى الروسي. ليش لأظل انه انا بنزل دائما لتونس اتدرب في تونس؟ فحابه اني اخوض هاي الاكسبيرينس، خاصه انه التخصص تبعي ان شاء الله رح كمله في روسيا. البنت بيضاء وانا
ليلي. عندنا اول شيء هذا البوكس. Let's open it. لما حالا فتحته بس لسه ما شفت كل شيء. هي البراند it is اسبانية ما بعرف. مفيد هذا فونديشن فارمازي اللي من تونس بيعرفوا هاي البراند هاي. صراحة شفت الفونديشن هذا وتفاجأت انه كثير الكفرج تبعه كأنه هاي براند. انا كنت بستعمل من سنتين ميك اب فور ايفر بعدين قطعت على الفونديشن لانه حسيت انه سوالي تثبغات في وجهي فقطعت على الفونديشن صار لي سنتين وبعدين قلت خليني ارجع اجرب فونديشن بس مو دائما فقط للمناسبات فاشتريت هاي. اوكي هاي هي بتمنى انه تناسب لون بشرتي يعني انا شفتها عند صديقتي وقلت هاي ممكن تضبط مع لون بشرتي فصراحة it's full coverage ممكن اجرب لكم فيها بعد ما ارجع بروسيا وفرجيكم اياها. هذا الريفرنس تبعها قديش 02 02 natural beige natural beige ينقام يعني براند متوسطة I guess ما بعرف هل هي اسبانية no it's made in Turkey هل هاي البراند تركية اللي تحت لاني انا صراحة ما بعرف شفت عن صحابتي فحبيت اني انا اجرب. البوكس اللي بعده I like. اشتريت هاي الكاسكيت من براند هاي. Oh my god. كتير هيك بشوفه بيعجبوني بقول بدي اشتري. بس ما كنت بعرفين بيبيعوهم في روسيا. فلقيت هون محل هذا اشتريته من محل اسمه تيتوس باخ فلقيت تيتوس بيبيعوهم وحبيت صراحة اشتري شيء في البينك. حبيت يا اما ابيض يا اما بينك. لانه اوريدي يعني سويت طلبيه من شيئين فيها كثير كثير اغراض وانا عندي كثير يعني هبسي اوتفيت فيها البينك فقلت يا اما اجيب ابيض يا اما اجيب بينك. كل مره وين توصلني اوردر او طلبيه رح تلاقوني فاتحه الكاميرا وعم بفتحها معكم عشان عم فرجيكم شو عم باخذ معي من تونس لروسيا في ظل هذا الغلاء الرهيب الذي نعيشه في روسيا يا اصدقائي. لانه رح تنحرموا شكلكم من الانبوكسينج في روسيا لانه مو ناوي اشتري ولا شيء ولا شيء حرفيا في روسيا من الغلاء اللي عم بنشوفه. ما حسدوا لي اخلاقي في العائله بس عائلتي يعني عارفين انه انا رايحه بعد شوي بعد الجيم وهم ما عم بطلوا دلع رح اشتغل هالدلع الصراحه. جابوا لي عصيده بوفري وسامعين الاصوات في البيت انا هيك لهيك انا ما عم بصور فيديوهات في تونس بسبب الاصوات هاي انه دائما عم يحكوا هاي اذا اجيتوا لتونس You need to try it. اللي موجودين في ولاية سيدي بوزيد هذه موجودة في السيانير من عندهم بنا 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 وباربع الاف باربع الاف كهو البنا كما تتمنى. رح نقوم بتبديل الأظافر. الحلو جبته من شوي وصار جاهز. هدول هدايا لاصحابي بدي افرجيكم بس انه التنوع تبع الحلو او الحلى التونسي تبعنا. هدول رح افرجيكم اياهم بعد شوي. هدول لي انا هدول لاصحابي كل واحد سويت له بوكس شوي مختلف تقريبا ثلاثه شبه بعض وبوكس لحاله. هذا مثلا مختلف هذا نسميه كعك الورق. هي بقلاوه هذا نسيت اسمه anyway هذا عش البلبل بنسميه. انا اخذت بيتي فور واشتريت كمان سابلي ما بعرف هل عندكم منه هذا النوع من الحلا. اكيد بيتي فور في موجود في اكثر من دوله عربيه هذا ما بعرف اذا عندكم او لا. اسمه زوزة بنسميه زوزة وبتكون بقلبها شو اسمها بوفريوا تقريبا بعض الدول بيقولوها البندق. اما هذا نسموه ام عشعش كثير هيك بيكون زاكي زينينه من فوق هني بالفستق. طلعت يا جماعة عشان اسوي تيست بي سي ار لانه المختبر قريب هيك من البيت. صديقي ديما تشوفي بذاكر معي في الفيديوهات هذا صديق الطفولة بربجة حبيبي بيزي من البلاد. نكمل بقية بربجة حبيبي تشوفي باسبوري عليش اكل منظر هذيك عجبك عجبك التصوير هذيك. قلت لكم رح اروح انام وبعدين في كذا شيء لازم احضره
ونقصدوا ربي للمطار. كمان هذا الحلو اشتريته كتير بحبه. فين الكراتين هاي كلها شيء جديد اشتريتها وفرغتها عشان ما تاخذ سبيس في اللي عندي في الشنطة. اشتريت 2 من الشامبوهات، هذول الكرتونات تبعهم لاني فضيتهم، واشتريت واقي شمسي. دول تبع الاسنان 2 منهم عندي علبتين عشان هذا الدكتور اللي وصاني عليها على التبييض بعد التبييض. وهون كان بدي اشتري فيتامين سي من فيشي ولكن غلطت لي فيه فبدي ارجعه هلا واغيره. بس هيك. Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs, hiding all my roads to you? Uh-oh. And if I fight, will I come to life? صباح الخير. اشتريت كاسك جديد من اخر مرة شفتني عم بحكي فيها معكم شو سويت تحت الجامعة. اشتريت شوية اغراض وبس، ونسيت اني انا اصور لاني كنت كتير تعبانة. اشتركت في الجيم على رحلة الجيم، صحية الساعة 4:30، حاليا الساعة 5:00، واسفة على الكركبة اللي حواليا كل الشنط يعني فاتحينهم وهيك، وكمان الكواليتي اقل لاني عم صور من الموبايل. Other at this time. Who thought? Who thought? It's our soul connection. Yeah. What a coincidence. And also about this. 1, 2, 3, go. بونجور، صباحو، جود مورنينج، اولا اميغوس. او ماي جاد، رجعنا لروسيا يا جماعه. كان يو جاست ايماجين. اعذروا شعري لسه مزيت. رح روح بعد ما اخلص البسايكايتري، درس البسايكايتري عندي، اروح اتحمم واسوي هدول الشعرات ونايمه بس 3 ساعات. شايفين الزيت؟ لو بعصر شعري يطلع منه زيت. تعرفوا شو صار معي يا اصدقائي؟ انا لازم احكي لكم، لازم. لو ما احكي لكم انتوا لمين حاحكي؟ قولوا لي بس لمين حاحكي. اول شيء اشتركوا في القناه، حطوا لايك للفيديو، تابعوني على الانستغرام. مقرره اني اسوي هاو تو سي رحله تشينج، رحله تغيير. فنزلت ريل اوريدي على الانستغرام تبعي وسميتها شابتر 1 اللي هو التغيير، واخذكم لمدة 60 يوم في رحلة التغيير هاي. مثلا اكتب هابتس جديدة بدي افوتها، وعادات يعني صحية لحياتي اللي هي بتطور مني وتخليني انا انسانة افضل، وبنشوف. فتابعوني على الانستغرام عشان اذا بدكم تشاركوا في رحلة التغيير هاي ونشجع بعض ونحفز بعض. بدي اركز اكثر على محتوايا على الانستغرام، بالرغم انه الالغوريثم ما عم بيساعدني. خليني احكي لكم شيء انتو ما بتعرف. بعد اللي صار، الاحداث اللي يعني اللي صارت اعتقد في مارش او فبراير في روسيا، والعالم كله يعني اجى ضد روسيا بما فيهم اليوتيوب. سو اي محتوى بينزل من روسيا ما بيجيني عليه اي ارباح، يعني اي فيديو بينزل من روسيا ما بيجي عليه حرفين اي ارباح. حتى لما انا رحت لتونس
الفيديوهات اللي انا نزلتها في روسيا ولا اجاني منها اي مليم لانها نزلت في روسيا. بصراحة ما بعرف اذا انا راح كفي في اليوتيوب او لا، لانه اليوتيوب كان يعني مصدر دخل لإلي، احدى مصادر الدخل لإلي، وغير عن انه ما في دخل التفاعل بيكون اقل. كيف اليوتيوب بينزل الالغوريثم المحتوى النازل من روسيا، فممكن انا ما بطلع لكم، انا ما بظهر لكم الا اذا انتم فتوا على القناة وشيكتوا عندي هل انا نزلت فيديو او لا. ولكني بنفس الوقت عندي شغف كثير باليوتيوب، وما بعرف هل استثمر هالوقت هذا من وقتي في اليوتيوب وبعطيه، او اني انسحب خلاص من اليوتيوب واشوف لي يعني اشتغل في المشفى مثلا وبيجيني راتب، او اني اسوي شهادة تفيدني ممكن اقدر اشتغل بيها يعني ما بين الطب وبشتغل شغلة ثانية، لانه الغلاء صار في روسيا بشكل كثير كبير، وانا اللايف ستايل تبعي ما بقدر انزل منه الصراحه. يعني تعودت بشيء معين اني انا اتقشف وما اتقشف، انا ما بعرف اتقشف، انا يدي هيك محلوله بعرف. اخذت حاليا قرار اني انا اكمل في اليوتيوب بما اني بحب هالشيء، اذا اجتني فرصه تانية ممكن افكر ما بعرف. المفيد لو شفتوا اخر فيديو اللي انا كنت عم بحكي فيه وادردش معكم، لا انا رح كفي في اليوتيوب، بس ما بعرف لأمتى رح كفي. فأنا جدا جدا يهمني التفاعل تبعكم، حاولوا أصدقائي على قد ما تقدروا أنكم هاي القناة هاي ما تموت وبتظل عايشة رغم كل الظروف اللي رح تكون ضدنا ورغم الألغوريثم اللي ضدنا. نفس الشيء بالنسبة للإنستغرام، الألغوريثم بينزل ما بطلع لكم زي زمان، الستوريات تبعي لاحظت أنه العدد الفيوز قل بكثير، نفس الشيء التفاعل على الريلز. فبدي منكم دعمكم، شيء واحد بس دعمكم، انكم تحطوا لايك تسووا كومنت، هالشيء انتم بتشوفوه جدا بسيط ولكن بيساعدني بطريقة جدا كبيرة انه يعني الانستغرام تبعي او اليوتيوب يضل حي. وبس هيك هلا تعالوا احكي لكم انس ستوري تايم. لا خليني احطكم هون، صرت اشرب القهوة العربي بهذا لانه سويت تبييض اسنان. يس رح ارجع اسكن انا ومياسم واخيرا واخيرا واخيرا، يعني لانه كان دايما هي بتجي يا اما تجي بعدي فبتضطر انها تأجر يعني شقة، او انا اجي بعدها فبضطر يعني عرفتوا ما في توافق ما بين الوقت اللي كل واحدة فينا بتجي فيها على روسيا، فلهيك ما كنا يعني نقدر نأجر مع بعض. بس حاليا الحمد لله قدرنا نظبط الموضوع، لانه كل سنة بنحاول نظبط الموضوع ما بيزبط معنا. المهم بحكي من موضوع لموضوع، وعن جد يوم كامل واحنا على تطبيق تبع الافيتو اللي في روسيا بيعرفوا تطبيق افيتو، وحتى كلمت سمسارة بتشوف لي ولا شيء ظابط. في واحد رد علينا وقال لا يلا حلو، وكانت شقة سعرها يعني جيد، مش شقة واو ولكن قلنا اي شيء عشان نقدر نعيش فيه. رحنا هناك قابلنا الشخص، اول شيء ظل بيحكي معنا انه انتو لو سويتوا اي ضجيج او ما بعرفش ايش او جبتوا اصحابكم وصار في ازعاج انا راح عطول راح اروح اشتكي عليكم في الجامعة. هول داون بيبي، انت ليه بتحكي معنا هيك؟ وبعدين شو بيقول انه ما في عقد، انا باجر لكم بس بدون عقد وبدون اقامة. يعني واستنوا استنوا، يعني احنا لو ما كان يعني الواحد عنده تراست ايشوز الحمد لله ساعات الاشياء السيئة يعني بجيب لك خير، انه وما كان الواحد يعني شوية فايق يعني تخيلوا هو بوليسي وامه تشتغل في الاقامات وهي شقة امه، يعني عشان تعرفوا قديش هاي الناس داهية وخبيثة. في القانون هون في روسيا اذا انت مسوي اقامة على مكان غير المكان اللي بتسكن فيه، هاي يعني شيء يقدر يدمر لك دراستك وحياتك في روسيا وتقدر تنطرد من روسيا وكثير اشياء يعني مش منيحة. anyway وكمان بدون عقد فهي كارثة، هالشي يسمح له انه هو بيجي هو واصحابه في اي وقت ويقدر يسوي فينا اي شيء، يقدر ياخذ الفلوس ويطردنا وانا لا بعرفكم ولا بتعرفوني، يعني
ما تتخيلوا قديش هالشي فظيع، عرفتوا؟ ومخيف مخيف، يعني هو بالعقد وتكوني خايفه ولازم تشرط يعني على صاحب الشقه انه ما بيجيكيش، ولانه في ناس هيك غريبه الاطوار، يعني تقدر صاحب الشقه يجيك كل يوم ويسوي لك مشاكل ما بعرفش ايش. فعن جد كان شخص غريب الاطوار، وكان عم بيضحك بطريقه غريبه انه كيف انه انتم ما بتعرفوا تحكوا روسي منيح، ها يعني بيضحك شخص جدا غريب الاطوار وبسايكو، يعني خفت حرفيا خفت. الحمد لله انه الواحد كان فايق شوي، يعني حرفيا بحس انه الغربة هي بتعلمك كثير، وانت مدامك عايش مع هذول البشر في عن جد بشر ذئاب، لازمك تكون 24 ساعة وانت صاحي وتشغل مخك. الثانية اللي راح تكون فيها انت طيب وعلى نياتك خلاص اخذت اكبر خازوق في حياتك. اللي عم بيصير معي حاليا، حكيت كثير ورغيت كثير هاي القصة، بس انه حبيت اعطيكم من الاكشن اللي صاير معي. انصح اي حدا فيكم اللي بيلاقي شقة يركن فيها وما يسلمهاش، لانه انا دائما بغير في الشقة تبعي. ليش؟ لانه بقول خلاص انا نزلت لتونس ما بعرف انا امتى ارجع، انا ممكن اضل في تونس اذا مثلا عطوا اونلاين، انا ما بعرفش الظروف، ممكن تسكر البلد، ممكن يصير اي شيء. فليك بقول انه انا حرام اضل ادفع يعني في شقة غالية لفترة اشهر، خاصة انه اخر نزلة لي ضليت 5 اشهر يعني في تونس، اكثر من 5 اشهر. واحساسي حاليا ملخبط، بدي اغير كثير اشياء في حياتي وما بعرف من فين راح بلش وكيف راح بلش. وبحس اني انا قعدت فترة طويلة في تونس، ضيعت لي روتين حياتي. يعني اوكي استفدت كثير صراحة من المشفى، درست، بس حاسة انه من اوغست انه خلاص انا من اوغست تقريبا روتيني ضاع، انضربت في ظهري، يعني وقفت الجيم، ما عم كنت يعني عم باكل اكل صحي بطريقه يعني زي ما كنت انا بسوي، خربت نظامي. لانه على فكره انضربت بعد اخر فيديو صورته، سبحان الله ما بعرف انت رأيت عيني او شو صار لي، بس انه بعد اخر فيديو نزلته اللي كنت عم فرجيكم فيه تمريناتي انضربت والله العظيم بعدها ب 24 ساعه بالضبط، وفي شيء جدا يعني ستوبيد انضربت، تخيلوا، وانا ماسكه 5 كيلوغرام بس، يعني وزن جدا خفيف. شو صار لي؟ الديسك تبعي تحرك في اسفل الظهر هون، يعني ضرر لي الاعصاب تبعي، والى حد اللحظه هي بشعر بالالم على فكره، ورايحه ان شاء الله بعد شوي للابتيكا اللي هي الفارماسي عشان اشتري دواء انتي انفلاميشن. ثواني بس اصدقائي تقريبا بالحضره تبعي راح. بس هيك شو بدي احكي لكم ثاني؟ او ماي جاد وصلت 15 دقيقه وانا بحكي لكم، ليش كل فيديوهاتي طويله هيك؟ بحب اطول اكثر في الحكي لانه انا بنت بتحكي كثير من الوحده والله. I don't have a friends. I'm gonna tell you شو راح يصير معي، اذا شو القرارات اللي راح اخذها مستقبلا، لانه عن جد انا زي عم بفضفض لكم هلا كثير كثير، يعني في مخي هون كثير افكار متلخبطه وبدها تتزبط. hopefully تتزبط، hopefully انه روسيا يعم فيها الامن والسلام. بدي استقر، بدي اذاكر، عندي امتحان بسايكايتري تبعي يوم 24 اكتوبر، وشكل الامتحان راح يكون بالروسي، فلازمني اذاكر الماده بالانجلش، بعدين اخذ المصطلحات العلميه بالروسي واكون بها جمله مفيده عشان لما يجيني الامتحان اعرف اني انا اجاوب. فشايفين انه لازمني اذاكر تو لانجويج which is too hard، وكمان لازمني اذاكر الروسي، يعني ماخذ قرار انه انا I have to learn this language، لانه الريزيدنسي بروجرام راح اسويه في روسيا. قررت خلاص انه اكمل دراستي كلها في روسيا. خليني يا جماعه اعمل بكم جوله في الشقه المؤقته. اوكي هي التويليت جدا بسيطه الشقه، ولكن ما في خيارات، راح اضل فيها شهر وبعدين نشوف. اوكي هذا المطبخ، افرجيكم البيت. سو هذا المطبخ تبعها، not that good. هناك في المراية، هناك الاغماغ، الخزنة، وهون هيك الغرفة، اي هون البالكوني. احلى شي في الشقة هي البالكوني.
كثير حلوة حبيتها. هناك مطلع على ملعب. وهي الغرفة كاملة. We can manage and live here. صديقتكم ميرا مستحيل تجي للماركت بدون ما تشتري ماسك. يسلم قرايتنا تحديدا دي كابوتش شفتك. بربي ابعثهولي изначально заложен в человеке. И бывает третий тип заболевания, это реактивные болезни. То есть... اشتريها من عند تركمان يعني حلال. أعطوني معها سلطة خبز
يعني ما رح اكل. هاي كمان طلبت شيء اسمها سمسة، بتكون هيك محشية باللحم. بدي سون، هاي عالمية، ما بعرف شو اسمها الاكلة هاي اللي انا طلبتها من تطبيق. ابدا مو حاسستهم عم يلعبوا فوتبول.